أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تضع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا كبلا بنيا آيات خنتن يكوبات وصورة الفرقان كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحونا وقسوه ورمائي آيات الرورة وإلهي سبحانه وتعالى قد رديسة وعدانسة تصالينا شانتي أدلاء يا المركز ولي أي نقول حجرنا إلهي سبحانه وتعالى بيها أيون وقصوا ورمي مدركي إيا فائدة وإسكليه هاي إيا إلهي سبحانه وتعالى إنت أورابنا يا ماس إيا إلهي سبحانه وتعالى إنه كسوع العلنا يضطكو إني إلهي خشكريان تراد هذا نعمة إلهي حصوصتان هصي شهدتك بضن قوضو نعمة إلهي إكو كفريان ألا وحول هدنا سبحانه وتعالى ولو قرشي ناءان الدونين لبعصنا وانو بحلهين في كل قرية قرية لأرك كل هذا النذير المدئدوغة هو أهل كذا عبسي قلية ayadan ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu tusayaa maqaamka sare oo ilaahi subhanahu wa ta'ala rasuulkeena uu siiyay in markaasi waxa weeye zaminkan asaga kaligiis ilaahi subhanahu wa ta'ala umadan rasuul uu uga dhigay oo markaasi ilaahi ajirkiisa uu ku weynaynaayo maqaamkiisa maxay la nabiga kaleey saad wa salaam inta asaga rumaysa ajirkoodo kale ayuu leeyahay laga soo bilaabo waqtiga ilaahi uu soo bixiyay ilaa yoomil qiyaamad maxay la hadiiski aba waa tawahay adallu ala alkhayr ka fa'ili qofki khayr qof tusiya waxa weeye qofki khayr ka sameeyay ayuu la mid yahay oo intii loo qoray ayaa loo qoraya marka allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala ولو قرشينا أن دوني لهين ما بدونا وي لو ذا حرف امتناع لوجود الإله ولو قرشينا أن دوني لهين نور إلهي ما بدونينا لبعثنا وانو بحلهين في كل قرية قرية لأرك كل قيد مالك الصوت دجوغة وي نذيرا مد أدقة معها مهاشا قجر تمركة ولكن بعثناك سيدك محمد كهو أديق عيانو قدرنا إلى أهل القرى كلها أدونك وحي جوغورنا أذال قدر أدون نذير أه سأجر كاقو كوينا ووحا وي النبي كالي لقد مصوا قرب بحين هدنا صوا بحين مايو سلاس مركا دارينتو هدايتهاي فلا تدعي الكافرين كافرين تها أديعنوا الإلهي كافرين تها ودو ذها كو أديعن حوونك ربي قاقا كو صبر هذا رسول كان عليه السلام معصوم وي قال ذها أديعن وحا مركا سأي إني قال ذا أديعان أي خصور توضو وحا ويا أنك وي رسول كان عليه السلام قال مرنا بقى أديعي مايو وحا ماشا كلاو إلهي نوغا عدينا يا قال ذو إني درادين يسو إن أيضا لا أديعه ويكود ذالي فلا تضع الكافرين كافرين تأديعنوا إله قال إن لا أديع إلهي بري وي وأن النهي تحريم وي إن قال أديع حرام وي وعينك ينيسا كفر بيكينيسا وجاهدهم للجهاد والإلهي به بالقرآن القرآن ككل جهاد والإلهي جهادا جهاد كبيرا ووين والإلهي قالها أديعنا والإلهي وجاهدهم للجهاد والإلهي جهادا جهاد كبيرا ووين معايا لددك سوف هذا هذا به ذا لمير كقرآن كمرك لوعلشو وحال الليه هددك مارتا يا سوف هذا وحما قرات هذا جهاد كود وحوي حجوين إن لقوه قوي معايا لتاسا وحي كسي وين تاي أعداء ذا سيفتا لولا جهاد ايو ضدك سوف هذا أنا وين حجوين لقوه او مركاسي وحوي دين تلو شاو او ساس لأي الاوي جهاد مركاسي وحوي او سيد عصوي عدا كي تاس قادة وايين مركاسي وحال لولا جهاد ايو دين تسور رأي واي جهاد بسيفة لولا جهاد ايو وجاهدهم لجهاد والإلهي به بالقرآن
جهادا جهاد كل جهاد والإلهي كبيرا أوين جهاد كذا إلهي وحوله جهاد أو كبيرة لجهاد عليه مرك جهاد كمركاسي قال هذا لجهاد أيه سوين إله لجهاد وين هذا على وحوله وهو الله الذي الله هو مرج البحرين لبضي بضوات دري ولأدلي ذي بناصعت وهو الله والإلهي الذي الله هو مرج البحرين لبضي بضوات دري أرسلهما متجاورين إلهي وادر أيه إسل الدرسة هذا مت كان الله بضي بضوات كم إذا عذب ومد معون إلهي فرات ومعان بدن وهذا مد كان ملح ومد دنان وجاج ودنان بدن وجعل الله وحو يالي بينهما لبداس بدود إحدودة برسخا تاد أيو يالي يو حجر نور إلهي أسطر محجورا أولا شري الله وحوده سبحانه وتعالى إلهي ومد كالبدا بدود دري بدود بدود حوية مد كملحقة إيا مد كمارتي عدب قوي وبيقى إيا مركز وحالة قوضة إيا بداها عادقة هو مركز دنانك وانا إسكو در مايان وبي ياش وحى يكود دران بضها أيه كود دران هذا نوع حوايا مركي يسكود دران بيهوداس وحاقول حايا حاجسة أقول حايا إلهي حول سبحانه وتعالى بيا هذا مركي بضة مركي وحوايا ولا معانيها لليه وحبال لقيه ليا وحوايا وبياشا قصة شباية ايا waxa weeye biyahoodu kuma dirmaayaan marka hadii waxyaabo la sameeyo oo farsamo ah waxa markaas soo miirmaaye biyihi markaas badaha ku shumaayay oo markaas waxa uu biyaasha ayaa soo miirmaaye Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala hada mid kaanu adbun wa mid ma'ul ila furatun oo ma'an badan shadidatul udubati way wa markaas wabiq way wa hada mid kaana milhun wa mid dhanaan oo ilaahu ujaajun oo badan badan oo shadiid dul muruux awey dad waxay ku fasireen shadiid dul xaraara laga wada ama shadiid dul maraara way aadi aad u markaas u qaraar yahay hadana allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala waja'ala allah wuxuu yeelay baynahuma labadaas badood dhexdooda barsaxan teed ayuu yeelay haajis di ilaahi ilaahu waan ku tagi doonaa marajal bahreen yaltaqiyani baynahuma barsaxun la yabghiyani wa tawl ilaahi barsax ayuu ilaahi yeelay haajis la yaxtalidu ahaduma mid midka kale ku dirmaayo ma jiro laakiin da isha aragtideeda wax isku dirmaayo way laakiin hadda waxa way isku mana dirmaayaan biyaha markaas cadbiga waxay ku dhex jiraan milax ay ku dhex jiraan markaas waxa way dhexdeeda ayay diris ku leeyihiin isla markaas dabcigoodu ma isbedelayo mana isku darmaayaan mid walba waxa way sida uu yahay uu ku baaqi noqonaya ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa kala mancinaya haajis oo waliba macnawiye way oo markaas aan la ka seenin qudrada ilaahay bay ku kala joogan subhanahu wa ta'ala waxay ka mid tahay markaas akbarul adilla ala infiraad ilaahay ta'ala bil uluhiyyah ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu uluhiyada asagu u maarataya oo kali la yahay cid waxa samay kartaa ma jirto markaas uu dhahay alle barsax ayaa ilaahay dhexdooda yeelay iyo wixirana uu dhahay ilaahay xijr shariitaan weeye ama se xijaab ama astur mahjuran oo la shiray sidr oo waxa weeye markaas kala mancinaayo inay isku darmaan hadana alle wuxuu dhahay wuxuu alle alladi allah weeye khalaqa abuuray minal ma'i biya xagooda basharan bashar ka abuuray biyaada meeshan waxa loo la jeedaa manida laga wada biyihi caadiga ah iyo markaas waxa weeye madarkii iyo ceelashii iyo wabiyaash iyo waxa smaahan ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala وهو الله الذي الله هو جعل خلق أبو ري من الماء ما إذا وحوي من إذا حقي هذا بشرا بشر كأبو ري إنسان وي فجعله دي بدنا الله وحو كي على بشرك نصبا ذا نصب نصب مدء صاحبة إيه وسهرا ذا سهر صدوه نما مدء صاحبة وكان ربك ربك وحو هذا الإلهي قديرا مدكرة وحو الضوان إلهي قادر أيوك يا سبحانه وتعالى إلهي وحو ري سبحانه وتعالى إلهي منيدي وحو كأبوري بشر أيو كأبوري بشر أيا إلهي سبحانه وتعالى كأبوري وهو هي مركز كاملة ومركبة وهيلب إيا اللفو إيا السيادو إيا حددو إيا ليك وحكس كوبا شكل حسن وي وأطول إلهي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أولى فجعله دي بدنا الله وحو كي على بشرك نصبا ذا نصب نصب مدء صاحبة وهو هو مركز بشر كل أبوري وهو نقنايا نصب أيو نقنايا أو مركز نصب كسيدي سبا حوية وأبتر سيما وي أو بشر كبا وحالو قيبية لبقيبو ميد مالتيا ذوي نصبين أه وحالا قوضا مركز ميد ذكورت وي مركز ولبك وي معايا لبكاس مركز وحوية مركز والو أبتر سدا إيا ذوات السهر وهاوية الضد أو مركاسي يساهروا بهن وي أو مركاسي لمساهري معايا لقفك هذه مارتايا ويلشيو كالنتود مسلم با والو أبتر سنايا أما لبك والو أبتر سنايا قبلها أيقنا وحيكو إمانا سهر مساهري كو إمانا يا صده نمو وحيزو مالذي لهذان أيقو إمانا يا ومركاسي وهاوية قبلها مركي ضدك لقورسدو بيشي وحا إماني سمساهراء يا إماني ضدك إنسان كأياب مركاسي وهو قيب سيها لبداس يو قيب سي فجعله الله وهو كي يلون إلهي سبحانه وتعالى وهو الله كي يلي سبحانه وتعالى نصب النصب
يو سهر نو إلهي كلي صده ذا سهر وي مثلا بحواي بأي تزوجة وإنه قرصة قفك يا قرصية ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل أسقوا مركز ضلباية إلما ضلباية مركز هذا ماشان إلهي سبحانه وتعالى وحوسه هرمري نصبك أيوسه هرمري أو لقى هرمري مركز مساهرة دي لقى هرمري لأنه لا يحصل إلا بعد الكبر عليه وتزوج سهرك وحواي وهو كوي ماذا مركز قفك ويناده وقرصة ذك بعد أيام مساهرة ما هيسا لكن المهم مركز يريهين وحواي مركز ومساهرة ليرا مجرانه gabadhina markaasi musaahara ma gaarin oo wax ma guursan wiilkina ma guursan laakiin nasab kibaa taagano ina hebel ina hebla hebel ayaa la leeyahay oo waxa taaga nasab kibaa taaga oo nasabku markuu cunugu hore ka dhashaba nasabkii abtirsiimada hore ay ka soo imaayo laakiin musaaharadu waa markay guursadaan ka bacdi marka sidaas ayaa waxa weeye nasabka iyo musaaharada nasabka horeeyay markaas uu dhaylay subhanahu wa ta'ala faj'alahu nasaban wa sihran wa ilah wa kana rabbuka rabbigaagu wuxuu ahaadow dhaylay subhanahu wa ta'ala قديرا متكرا وحكا صودون بني آدم كي ساقو ساس لو أبو ري كو إلهي سبحانه وتعالى كو كفريي ونعمد إلهي أنفيرينين آيا داس إدلا داس أنفيرينين آيا الله وحور رهي ويعبدون وحي عابدين من دون الله إلهي سكديسة ما شيء لا ينفعهم أن أنفعين ولا يضرهم أن اللورينون إبين وكان الكافر كافر كوحا وهذه ظهيرا مد أكالمية شيطانك أكالمية على ربي ربي سعسيانك سأكالمية ويعبدون وحي عابدين وحا كفارتي وي حيلا ما فيرنا يان الدلذاس يا الله سبحانه وتعالى وكسف صفة الكمال يا نعمة ذاس إلهي ما فيرنا يان مركاسي وح عن جرن أي مركاسي عابديا قبائح ذا مشركين تعلق عن لقب العابيا أيدو الدلو مركاس إلهي وسوء وغيت ربضا وعشر كان نهر يا عشر كان انت وسوء وغي ويعبدون وحي عابدنا إلهي مشركين من دون الله ليس كديسة ما شيء لا ينفعهم أن ينفعين ولا يضرهم أن اللورين لبين هذا النفع قال لهر مرشاليري أيدها بركو ذالي قارنا وحوي مارتيا والله آخر يوم لورك لسهر مريه ومن باب التفنن وحلي هاي كميتها معايا الأصنامتو وحنا ما أنفعان وحنا ما اللوران الله نصاص ماهن إلهي قفك عابد وأنفعيا قفك أن عابدنا وكعاصر الله واللورا يهو عذابيا وكان الكافر كافر كوحا وهذا هو الإلهي على ربي ربي إيسا ظهيرا مدو أكالمي شايدان كأيو أكالمينا يا أو راعايا بالعداوة والشرك وي هذا مركا كافر كان وأشان وجنسيالي كافر كسالو لجيدا وكان الكافر كافر كوحا وهذا هو الإلهي ظهيرا مدو أكالمي على ربي ربي إيسا mid uu kaalmeeyay shaydaanka u ahaade qofka soo kaafira waxa weeye shaydaan uu kaalmeeya wama arsalnaaka kuma anaan dirnow ilaahay sayidka maxamed ka haw ila mubashiran halatay ki bishaareynaay muyaan wa nadiiran halatay ki digaay muyaan rasuulka kaleey saatu salaam xirfadiisa ilaahay sheegaya ilaahay kuma dirin xaalo oo ahwaasha kamida ila fi hali kownika mubashiran wa nadiiran weey qofki nabiga rumeyay kaleey saatu salaam وحا أحقيقوبا يا بشارة أحقيقوبيس قفك قال لماذا دائما فله النذارة دي جدا أيا أحسنقنا أصغناتو أحقيقوبيس أهل النار ونقونيا مركا صورة إلهي وما أرسلناك كما أنان دير سيدك محمد كهو إلا مباشرا حالة تيكيب بشارين أي مويان من أمن بالجنة وي قفك رمي جنة أو بشارين أي ونذيرا حالة تيكيب ديك أي مويان من كفر بالنار وي قلوا حياتي راول إلهي ما أسألكم أنه إذن سؤالا ماي عليه على تبليغ رسالة رسالة قارسين تيدة رسالة الله يلصوت ديري من أجل إجارة إذن كوي دي سماي إلا لكن من شاء روح دونايا أن يتخذ إنه سميسته إلى ربي ربي سحقيس طريقة ودى أسميسته أنه تاسك من عماي هدنا إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسة رسالة أولى الصوت ديري وضدك لقارسين أيه وحمركاسي كحرا إجاره يا مارتي يا مال كحرا يا وحسين ما أنتاس وشي مركاسي وحوي إسك مارتي يا عضي أو محلي إسك ما هي لا شيء وهدو أشر كحرا هذا راي صو يا رنا يا أنبياء إلهي حرف ضوضا هدي إلهي رادو سورة شعراء مرد وكدقيناه وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلى على إلى على رب النبي والبصاص والهدونا ما هي البشر كبني آدم كذا بعديسة وحال ويقانا وحي مركاس حول الدنيا كحرا إنه مركاس أو رايس كدكتو أو كعاجسو مركا وحال رحبا إن ما رتيا رسالة يدعوة نبي عليه الصلاة والسلام إن سلاس لقد لقوه oo markaasi si maxdiya laga dhigo qofkii laakiin hadda sidaba Ilaahay uu na leeyahay qofkii laakiin asagu ihsaan inuu sameeyo raba oo markaa dadkaas risaalada iyo daacwada iyo diinta fidinaaya
إنه أصو سيربا كاسو كمر يبنا لكن إنا مركز أرنتاس أنساز الوحيرة ضد كمركزي وحي وحاس الوحيرة الدنيا الوحيرة الوبهين معايلة وحي علماء ذي رهدان دين تأيضا أيا نفط تكاليف كؤه هدي هذا المركزي متكل الله وصيد الله بتكاليف إسفوش وحب مركزي ماشى سوى به مايا لأن وضع ركتينه هذا وحوي ضد كمركزي وحوي دين تضد كلا برايو وحلو مرة يفوق حنا مديبان لكن ضدك الدنيا ذا لبراي وحبال لقيها لامحاية لنفت الدنيا ذا سيشتينا وحبات كوكاريسا كي اسقول لو ديقاي وحلا براي العقو وقليهاي أما واحكا لان طال لبراي هو الدنيا وكوكارا وصيرا وقليهاي لكن كي دينتا لبراي عليسا يخطها إنك سؤال الله ربا قفك إيمانك لإنه دينتا أي مارتا وحكو بحنتاده أو شرفو أي ويناته لكن ذاتك بشر كده بعديس يا إسكجو تمرول مركز صورة إلهي يقول وحأتر هذا ما أسألكم أنو إذن كو سؤالا معي عليه على تبليغ رسالة على تبليغ ما أرسلت به على الصدر إذن كو ويدي سمايو من أجر إجارة إذن كو ويدي سمايو أو إذن إيه مايو حول إكيانا سان واحدين برو وندعو إذن قاسيو إلا لكن إلا استثناء لكن على دقية إلا لكن واستثناء ومقدع عليه معناه وهوي أنو مالكين ما ضل بايو حول السيء إذن بهاي نفتي إذا نقاط لكن قفك الرب إنه مالك يسبحيه لوجه الله أوبحيه أصغر الله إلهي كوسا ما كره ذاية حبحشو لوجه الله قفك وحب حي سبحسه لكن وح كلا تود ماشى ميالين وح كلا ضد كدين لجر هذه علاي صائمانية إلهي سبحانه وتعالى أيان الرزق أصغى وح بحنية ساسا مرك وحال الرب حتى ضد كعلماء هديهن ضد كمعلمين ضد كمدرسين ضد كزيهن وحال الرب مارت هنا أرنتاس أي كفير صدانا لوبهين وضد كالدنيا أنمر كاسو عليه سلوك سيء الدين إلهي لجرهش ضد كنا أيقنا وحال ربا لفتر كود الدعوة إنه كقريب قاتانو وحوض الدر إلهي أول بحان أيه لوب بهنيه وهي مركز دين تنشرنت هذا أي كاركتان لكن وحي هذين نقدان وح ومارت يا وح إيقا قادا وحبا بوح السية تسوال لنا عيا قفك وحوي مارت يا دين تنا علي سين قنيسة أم بيده حرفذو ذي إيه مارت يا دبي عدو ذي إيه مارت هلا يش إيقا بإلهي بوح سينا إيه إلا لكن من شاء روح دونا أن يتخذ إنه سمايستو إلى ربي ربي سحقيس سبيلا وضع سمايستو وعلى سوق قدر يا مركز جودي فليفعل هفلوي أما فلا أمنعه من ذا أنا وتسكر هي ماي قفك وحوي در إلهي وحبها سيدا صدق هذا نفقاده في سبيل الله قفك لبحاي لقد ريبي مايو لكن أنا قد واحد إن كدونا مجرتوي بركة رسول الله رسول كيسا وكده وتوكل تلسارو وحي النبي قال له عليه الصلاة والسلام أيا أنا قنا نلوده وتوكل تلسارو الإلهي على الحي الله حي الدائم البقاء الذي الله صلى الله يموت لمن واحد من أي أو ضعيفة وحبك وطري مكرم إذا قواس مارت يا تقدر وسع عليه دون كابحوق بدنين كعقل بدنين وحوي يا يسنجر والقلب يا يسيحل لهذا الدل باك ليس معايا لمركي أرنت هذا القصة ورمي إلهي سبحانه وتعالى رسول كيس وحليه والتوكل لكن ما أن أرن نبي عليه السلام خاص قامه إلهي الله تلاسرت سبحانه وتعالى ساسوي مركز معايا إلهي سبحانه وتعالى مركو نص شيء كافر إنه ضاعد ربي جيس وكتجي يا ضاعد رسولك رسولك أنا إلهي سبحانه وتعالى أوفري إنه سن إجارة عدنا ويديسن رسالة جارسين تذا وهو أمر يا إلهي رسول كيسة بالاعتماد عليه تعالى ربي جيس إنه عسقده سي إلهي شرور توضع وكافيه إلهي إنه قد يقو أجرده ذي وحوه ذي جني معايا إلهي ساعة حقيقة كؤه إن لا تلسارته دون الأحياء الذين يموتون كو هذا النول أور لمنايا وهو لا تلسار مايو معايا لمركي الإنتان لا عمن توكل عليهم معنى ضدك هذا التلساري الله تلساري مركي دنتان وحي أي تلساري هو شوذي والله يعمي سابق توكل كنوة هوي وسوق القلب بالله تعالى إلهي قلب قال إنه كل صونات في جميع الأمور أمورها أمانت هذا من غير اعتماد على الأسباب هذا هو هوي أسباب اعتمادين ساسا لو بهايا و اسباب تمركا انا اذا كلي وحكوا اسباب تللي ما الى هنا لا تلا سارتا لا ربا ددك مركا waxa way muslimiinta amba culamada islaamka waxa laga doonaya inay saas noqdaan hebelan maratay ahaan wax ka raba iyo saasayta iyo hadaan wax la isiinin xaan qaba kara iyo meelaha la la taagan yahay waxa la iska daayo ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa dadka ku filan qofku markuu diinta fidinaayo akhrinaa inay ilaahi ya ummaqan subhanahu wa ta'ala ilaahi kalsoonaha ku qabo maxay la makhluuqad wax ka rabto ilaahi ba abuure waxa أو هاي السنة إلهي يبحيي أدنى سيدو كلاتا يمرك مركا وحاوي نية حمو إيو مارتا يقين لأنتد أيا دليها يددك وتوكل تلسارو لإلهي سبحانه وتعالى على الحي الله حيقة الذي كاسو لا يموت أن دمرين وصبح نزهو لإلهي ربك ملتبسا
حالاتي كي كلهم بحمدي حمدي أو سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله بحمدي إلهي سبحانه وتعالى إلا الله حصال أسكره وقفك الضوء الله حصال الله تلصارت سيقينا إلهي سبحانه وتعالى الله يعماي وكفى به بالله الله أياكو كافية بذنوب عباده أدو من كيس ذنوب تودا خبيرا خبير نما إلهي وكو كافية أدو منك الدين بقودن إلهي أصاع عالم وكفى به بالله الله أياكو كافية بذنوب عباده أدو من كيس ذنوب تودا خبيرا خبير نما عالما وي مركز هذا الله وحوله سبحانه وتعالى هو أسوء قدره الله ميرا وكهر يا موصول كان هو الله الذي الله وي أدي الله كلا وي إنه إلهي سداسي هاي أو خبيرا بعباده ويهي ذنوب تود ويهي الله مذلا تلصارت ويهي إلهي واكن وكله هو الله الذي الله وي خلق السماوات السماوات كأبوري والأرض أرضنا أبوري وما شينا أبوري بينهما سماوات كأرض أدحاي في ستة أيام ما الميال لحد حوضك أبوري ثم استوى الله وأقصدوا إلهي سبحانه وتعالى ثم استوى الله وكأكاذي على العرش كركيس الرحمن الله الرحمن وي نعريس عامك متك نعريسة فاسأل سؤال به الرحمن خبيرا فاسأل سؤال لإلهي به الرحمن خبيرا مد مارت ياكو علم له وصفات كيس قوة رما إلهي سبحانه وتعالى هو الله الذي الله وي خلق السماوات السماوات كأبوري والأرض أرضنا أبوري سماوات كأرض وحن لكوشي غاي ووحن عقل غين أسن قد بكر إيه وما بينهما سماوات كأرض وحي ودحاية في ستة أيام ما الميال أولحك أبوري آيات دان إيه آيات الله مدى معنى هذا وح بضنان صومرني وحوية وح مركز يد إلهي أمركي سوى كن فيكون الملعسي يكيرا إلهي كأبوري كرا لهذا ما الموضوع اللوغة قدقي بني آذن كا إلهي تعليمنا ما داما أيقو أي عاجسيهين أيا وحال برايا إني إسكتر تيب صدان أو هول هاد أي قبان آيان أي سن سورة قليلين إني دقيقة إيه البرقس أغا قبحان أي مركاسي أيهين لعف أيهين تاسان الله كنت عليه منا يا في ستة أيام ما الميال أولي حوي وأيام الدنيا مركز قدر كذا وي عائلة ماشاس واجاس قرحة مجر مركز أسوي إن شاء الله تعالى بيان أو مركز ما المهاس إيه إن شاء الله صورتها صور صعوديان وتجدونا وهذا مركز هرنا وأصومرنا ثم بعد يدور إلهي سبحانه وتعالى استوى الله واقع هذا على العرش عرش كركي سوق أكاد استوى هنا وحبذا أيان صومرنا عرش هذا مارته حق اللقادة وحال السرير الملك أيالها وتود أن صومر جرنا صورة يوسف ورفع أبويه على العرش وطول إلهي يا بلق عرش بلق بلقيسو عرش جيدي قال نكروا لها عرشها ننظر أن وصوص هذا الدي على إلهي وعرش قالوا قذا وحال إلهي سرير الملك أيال لها بغر كسرير تيس أيال المشوق فريس وطول هذا النبي سليمان أيكم يأتيني بعرشها لكن وحوي هذا ماشان جسم أو عظيمة أو مركز عالم كصورة كوري سنوي سماوات كتضبط أنا كسر هيوي أيال ولجي ذا أو عرش قاس إلهي سبحانه وتعالى أيال ولجي ذا استواء يليق به وي واستواء إلهي أصدق الله يقهوي كمال كيس هي صفات كيس الله يقهوي مذهبت سلف سلا سيقبتها إن أحبل أولين بقى شنب غلاصة مارتيا نبي عليه الصلاة والسلام بعد جيسة وهي مركزي ومارتيا كؤك يال ولجي ذا خلفنا وحوي يكدم بيوي استواء استيلي كف أي كفصيران ومركزي غلب يقهر يال ولجي ذا يتصرف لغو تصرفه معناها استواء متك ماذا نوي ثم استواء الله وأكادوا إلهي على العرش عرش كركي سوق أكاد الرحمن حاجة هرك بدل هو قال الرحمن الرحمن وي إلهي هو مت كان حريص عام كان حريص وي تناد مرك وحيد دسي دليل نغنيسة ثم سواء على عرش ذا لفتر كذا هو واحد وي إلهي رحمت أيا مرت يا هل وصف فينا يا مرك أسان حريص إلهي وحي واسع نغطي عالمين تنا عشو واحد وي جنة سقف كذا وي مرك أسيله مصف فيا جلال لو مصف فيا مرك أساس وي إلهي سبحانه وتعالى استواء وحوي وحبذا رانك صوها ظلني فبعد كل على ما ينو استواء يليق به واستواء إلهي الواقع سجى إلهي سبحانه وتعالى سجى يقال فسأل سؤال وله إلهي إنسان به بالرحمن الله الرحمن ك خبيرا مت خبير كوا الله الرحمن كان قف خبير كوا ويديو له إلهي هذا رسولك عليه الصلاة والسلام أيال الله فسأل به خبيرا وحوي خبير سؤال صفات كيس يقال هذا مركه وحاله هذا مركه النبي السؤال اللي يا خبير خبيرك الله ونقنا يا سبحانه وتعالى صفاتك إلهي الله أسقايا سبحانه وتعالى وعصور تقال الجار كان إيه مشهول كان إيه كنت علقان اسأل بعضنا بمعنى عن أي نقطة معناه هو اسأل عنه خبيرا أي عالما بصفاته صفات كيسة متك علم لأساك وضع عسينا وإيه كاقرسون لكن وحي علمه ذو لادين خبير كانوا واس خلافها لي سائلك سو سو خلاف سيء وسؤال أيوه خبيرك هنا سو خلافه يا هذه وح وح سؤال يا النبي ويا عليه الصلاة والسلام خبيرك هو الله سبحانه وتعالى وإلهي أيوه نبي ويدينا يا صفات كيس هذه سائلك أصحاب النبي ويا هنا
خبيرك هو النبي عليه الصلاة والسلام هدي سائلك تابعين تهينا خبيرك الصحابة دوي ويقول النبي خسيوري عن الله وهكذا أساس عنيسا أرنتو مركة وحوية وحي إشارة إيسا مشايخ ذا عارفين تهي إنا يطالبك إلهي حقيقة حقة فائدية وهذا تأسمرك أدنى الدليل واجب إنا يتأمرك معرفة التوحيد توحيدك إن معرفة الله والله هذا إنا واجب أيضا نطه ووحي إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسة وحبره إيه إن لبرتو إن له لو وح وحبره إيه إن لبرتو واجب إنا يتأيدنا ركض عشر كين أنت سوك إجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.